السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمس الملك لله، أهلا ومرحبا ومسهلا بكم جميعا. اليوم في فقرة المطبخ معي أسماء جدا نارية، أسماء جدا حراقة. إن بغيت شعار منشدين رياليتي، أجواء خرافية، والشباب اللي جالسين يتفرجون فيه. شباب تفضل يا شباب عشان نبدأ الطبخ ونبدأ الحركات الجميلة الرايقة. يا مرحبا ومسهلا، هلا هلا ومرحبا. طيب يا مرحبا يا دحار، ارحب يا محمد. حسن سلام، هلا ارحب. هلا والله لو تلخبط بس حسن العجمي ونعم والف نعم. ما عليك دور خشمك، ارحب تبقى. هلا يا نواف، القصيده اكتملت يا نواف ولا باقي؟ مدان انت مطلع خربته عليك. يا مرحبا ومسهلا. وشو يا شباب؟ كلها كلها في اسماء مقسمه والشغل. يلا وين نروح؟ طيب يا شباب، ابو قلبي ابو فضل اعداد لمين؟ ايوه مضغوط اللحم حاشي لمين؟ لمين اقصد من السابقين؟ مش تعرف؟ فهمت؟ مش تعرف؟ طيب يا سلام. اللي تبي انا حطني ذلنا حل وازهلني. تبون لحم ولا الدجاج يا الربح؟ ولا تبونها قرعه؟ انت خذ اللي تبون، احنا ناخذ اللي ما تبون. لان احنا بنفوز ها؟ اي باذن الله. يلا عجل علي، انا قايم انا افوز وارجع. طيب دحام ومحمد ارحب. هنا دحام وحسن. خلاص انتم هنا وشو؟ خلاص هنا مضغوط تمام؟ يلا تمام كذا؟ خلاص يلا. خلاص ما شفري صورتي، يلا خليك اشتغل. يا شباب يلا خلينا نبدا ونرتب الامور ونزين الامور ونلبس ال عيال نلبس الشباب هذه نلبس. بالله ابو سعيد ايش رايك باللبس؟ خلينا نشوف ورب الكعبة. خطير. البس. اقول لك شيء، غط هذا بدل لبسك. ابو فهمين افتح مايك. فيها شيء وش الشغل حقك؟ من جد اي والله جامد. يلا شباب عندنا فقره جديده، وان شاء الله انها ما هي باخر فقره باذن المولى عز وجل. مع الشباب اليوم هنا كبسة دجاج وهنا كبسة لحم. الشباب دحام وحسن هنا كبسة دجاج وهنا كبسة لحم. والشباب دحام وحسن وابو فمين ونواف. نبدأ الآن، خلوكم معنا وبإذن المولى عز وجل انكم راح تشوفون حلقة نارية، حلقة ما مثلها ولا قبلها ولا بعدها بإذن الله. وخلنا نشوف الآن، نطرح بداية الحلقة، نطرح سؤال الجمهور. سؤال الجمهور أنت تقدر تهدي متسابقك المفضل نقاط. فالآن أنا راح أطرح السؤال، وقبل ما أطرح السؤال على الجمهور راح أطرحه على الشباب. شباب ألو ألو ألو، أنا عندي سؤال ممتاز، وبنشوف هل فيكم رجال مغطين يجيب السؤال ولا ما يجيب. السؤال يقول: ما هي الفاكهة التي تعتبر خيارا صحيا للوجبات الخفيفة؟ التفاح. لا درج هجاج. الخس. لا البرتقال. دقيقه، تفاح. انت تقول تفاح. ها الموز. هلا ونعم بالموز. ونعم والله السعر. والله ونعم. بنانس. ترك باقي ما فتحت مايك، اجابتك راحت ترى. تقول لي يا دحام الموز صادق. يا والله انا عندي مايك والله يا قلبي شغال. يقول والله شغال من بيض الله 12 صح؟ كم 12 يا من الله كذا يعني اجابات سهله. اجابات 21 يا حلو. ما سال هو السؤال واحد. الموز نواف السنة. الموز خلاص راح. دعوني يا شباب راح. ترى نواف السند يا اخوان، اذا بغيت تفوز متسابقك الان راح ينزل التصويت في حسابات القناه. صوت اجابه وحطوا اسم متسابقك وباذن الله انه راح يفوز. طيب الان جاهز ال 45 دقيقه يا مخرجنا شباب، او قبل 45 دقيقه الاتصالات. طيب الان يا ابو الاتصالات باقي ما جهزت. وانا وش قلت لك؟ قلت لك اليوم بحللك. ابي شوف، انا والله جدا احب صوتك. الله يجنك دحام سعيد. تبارك الله. سعيد تواجدك معنا هذا اول شيء يا عمري. الله يسعدك. واضافه لنا في فقره المطبخ. اذا تبوني اغني خذ لفه تعال. بس اخذ لفه؟ اي خذ لفه. طيب خلاص انا بروح هناك، لاني انا متواعد انا وحسن ناخذ ايش؟ شغل ايش؟ تركي. نروح ناخذ التركي ونجيك. خليني اسخن. طيب خذ القلم عشان تسخن زين. ها طيب والله كيف حالكم شباب؟ طيبين؟ اوف هذه كلمات تركيه. ايه طيب نبي شيء تركي الحين فاخر. الحين لان ايش؟ من الحلقه المطولين فهمت؟ نبي اليوم الحلقه بتكون ناريه. يلا عيش. صدى يا عموني. ما عليك روح بس عيش. ايه ديما بيني مقضي يا
اصلي كل ما ديما بيني مقاملي اصلي كل ما بن بيرسل في بويلو يا ردان ايرلدم 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 بن بيرسل في بويلو يا ردان ايرلدم 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 سلام يا اخي يوم قال يوم قال بريلي سرفي حس انها جسمي خاطري لا حست خاطرك انا اشوفك الدحام حس كذا جتك مشاعر وش اكثر كلمه لمسه قصيده توجات صح؟ ايه تعرف وش معناها وش يقول فيها؟ شوف انا قبل ما احفظ الاغنيه التركيه لازم اقرا معانيها بس ما احفظها بس الاغنيه هذه كانت تتكلم عن المعاتبه عاتب ايوه توجد ها عطنا قصيده في العتاب رد عليه عتاب؟ ترى هي اللي مغنيتها رد عليها لا والله احنا نردنا عليها لا هو يعني رد عليها ما بعليها يلا رد عليها تعب والله شوف بلا اقول لك خلي الوضع مفتوح خلي الوضع مفتوح عيش عيش دحوم لا تحسب اني جديد وتوني بادي بادي ادور اللي عقله ناقص واتبعه حذيت سماري ذلولي ورقه الاشدادي اوصل من الصوت والديان من سبعه امشي مع الناس وادري وين ميرادي ودلي احبالها ما هي من جبعه جربت من كثر محداري ومسنادي ذقت الوصل والجفه والجوع والشبعه عرفت فوق الف شخص طيب من الكادي ولا صفه منهم الا سته او سبعه في لا ترديت حدرنا بك الوادي ولا انت بور في جنبار في ربعه اجفاك وانساك واقطع عرفك وعادي لو صدقتك منقوشه ومن طبعه الرجل يقطع يده لحد الحادي ما هي برفته في زين شاين طبعه يا سلام اخر بيت اخر شطر شو الرجل يقطع يده لا حد الحادي ما هي برفته رفيد شايل طبعا رد عليه بالتركي لمحمد المقح ومسي عليه بالخير ونعم والله رد عليه بالتركي الموضوع يعني يقول قطع يد فيها قطع يد وفي شغل ترى بنجيب بنجد لا نقفل الملف هذا من بتجيب لنا طيب خليني ادور اغنيه فيها بيجيب لك خيسوس نفس ما تعرفه انت والله كني ما يعرف والله اني خابر انه حارس سنه ذي حرس دونهم دقيقة أبي أدور شيء ورد عليه نبي هذه الصفحة حقة العتاب عرفتها حقة العتاب اللي يرد اللي يوم حقة قطع اليد شوف هذا شو يقول يقول الله إني من تالي الليل ما نام لا إني في الطويل هذه ما عجبتني ما عجبتني نشوف هذه حماسية لازم أغنيها ختامية هذه شواشة يعني شواشة يلا نبي اي هذه اسمع الراديو دحام اسمع هذه شواش اسمع رايح. تبي اللي يعيش يلا يلا دق معي انا ترى ما اعرف ادق خلاص يلا يلا ايه الله لا 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 يلا 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 عيش يلا توت لي بردان قدلم او ما صدمتم دلي دنبي رزق رمسنده رزق دندي اتشم بيم بنا على دليم سن يو كان جند قندز اي بار ميتك بيلدز هر يار كرلك بأسز قرم يورم سن يو كان جند قندز اي بار ميتك بيلدز هر يار كرلك بأسز قرم يورم توت المي بردان قدلم الماز دمدم دلي دنبي رزق رمسنده كرز دني اتشم غيره حبيبي بن على دلي البيت اللي قال فيه والله اعطي دليت واعطيهم قفاي يقلع ابليس البيت والله جبار فيها حس ايش الشاعر عنده طموح عنده طموح والدفتر ذا راح نحتاجه ان شاء الله لازم راح نحلل فهمت ماني طالع من هنا ولا معلمهم كلهم حي والله هذا العيب حي والله هذا العيب نبي الشغل نبي شغل عمرنا تفكروا ناظروا في اللحم هل هو لباني هل هو يطلع السلامه توه طالع من الملحمه ولا وش السالفه
معلمه ويلا بروح هناك شوي وبندرس شو بنجي. تلمح هنا تلمح تلمح. هلا هلا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا اهلا وسهلا. هو قال تركي وما ادري ايش قال. ترى جالس يدقكم بالكلام التركي وانتم فاضلين. انا ما ادري يا الربع بس ان المقصد وش هو. ما يهمنا يدقون ما يدقون والله ما درنا عنهم. عطنا عطنا شيء خليني انطر بكذا طرب خليني اخذ الدجاج كذا واجلس. ايش رايك تاخذ قصيده من ابو فمان؟ ابو فمان اختار نبي الموروث الجنوبي. اي والله للعين. انا ابو فمان قبل تبدا. ما عليك يا رجال بس عيش الصدى جاهز وارفع التيتيون. روح 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 ارفع التيتيون. ارد ها ارفع التيتيون يا مدير يا مخرجنا صوتيات ضبط الامور. يمكن لا سمح الله. عيش يا رجال عيش. دقيقه تاكد مايك قبل ذا المايك. عقوبه عقوبه من الله الى 21. طيب وشغال مضبوط. هو يطلع احمر اخضر. طيب شغال ها هذا مضبوط معك 21. هيا 21 مضبوط؟ ما الصوت ماشي يا رجال. ايش عموما المايك مضبوط يا قلبي. خلاص مضبوط مضبوط. طيب ارحب. طيب انا بنبي ذا الحين اسمع. طيب تبي نبدا خلاص مايكك مضبوط. تبي نبدا ذا الحين ولا ناخذ الاتصال بعدين؟ ناخذ الاتصال. ناخذ الاتصال. طيب السلام عليكم يا فرح. عليكم السلام. يا مرحبا ومسهلا يا فرح. الان الشباب المكونات جاهزه ومعك 3 دقائق اشرحي لهم كيفيه الطبخه. مين معي؟ الشباب معك. نواف نواف ابو فمين. ابراهيم يبشروك. تسلمين على كل حال. طيب الشباب معك والتايمر بيبدا الان. تم يلا يا شيف فرح. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب اللي هو مضغوط صح ولا لا؟ ايوه مضغوط ابو بنت. طيب اكشن البدايه اللي هو البصل والطماط ولا؟ ايوه اكشن البصل لين يصير بني كذا ذهبي. ذهبي ممتاز. بعدين احط الطماط صح ولا لا؟ ايوه بعدين تحط الطماط. ايه ويتكشن. ممتاز. الطماط 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 والمعجون قصدك؟ ايوه الطماط والمعجون. طيب في هنا اللي هو طماطم مقطعه احطها برضه ولا بس كفي الطماطم اللي عندي؟ حبه طماط بس صغيره. اذا الطماطم اللي عندك مفرومه حطها. لا المعلب عرفت الطماطم معلب. ايوه ايوه اللي يجي مفروم. دقيقه ما اسمعك بالاخر بيرفعون الصوت ترى ما اسمع زين. اللي يجي مفروم الطماطم المعلب اللي يجي مفروم. ما هو مفروم طماطم مقطع صغير. ايوه ايوه هو حلو. حطه مع الطماطم العادي صح ولا لا؟ عندي طماطم برضه بس أيوة. صغير مع معجون الطماطم وتخليها تسبك شوي. أيه؟ وتحطون الدجاج. ممتاز. طبعا الدجاج تقطعونه 4 اذا هو مقطع. مقطع مقطع اي مقطع الدجاج. الحمد لله. أيه؟ تحطون عليه وتخلونه يتسبك 5 دقائق. أيه؟ وتضيفون المويه. أيه؟ والرز وتضغطونه 25 دقيقة بالضبط. أحط المويه نضغط الدجاج بعدين أحط الرز ولا أحط الرز مع الدجاج؟ أول شيء تخلون الدجاج يتسبك 5 دقائق. إيه؟ بعدين تضيفون المويه. حلو. بعدها تضيفون الرز وتضغطونه 25 دقيقة. ما خلي الدجاج ينضغط ربع ساعة ولا 20 دقيقة؟ لا 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 مع بعض. بعدها هو بيتسبك 5 دقائق. إيه؟ اصلا قبل ما تضغطونه. ايه بعدها تحطون الرز وتضغطونه 25 دقيقه 20 دقيقه بالكثير. كل الرز 25 دقيقه الى 20 من 20 الى 25 دقيقه وخلاص ينتهي المضغوط. ايوه بالضبط. ممتاز ممتاز ممتاز. الله يعطيك العافيه. خلاص تمام. الله يعافيك. شكرا لك. لا من المدرسه اللي عندي. المدرسه اللي عندي تقول المدرسه اللي عندك ما حد تخرج. لا لا شوف لا شباب اي خلص الاتصال عاد كبسه يضبط اختلفت انا ودحها الحين. يقول بتسوي زي ما قالت ولا بتسوي المدرسه اللي عندك؟ المدرسه اللي عندي تقول اني اضغط الدجاج بعدين اذا نجح الدجاج احط الرز. بس هي لا قالت لا تحطها مع بعض كل المدخل. مش مع الشيف تدري ليش؟ الشباب امس وقبل امس وامس كل واحده الشيفه تفصيله. المشكله مدرسته ما حد تخرج منها مفلح والله.
عاد انت بصل عزتي اللي قاعد تشوفك من اليوم ضغطت الدجاج ما عليه ما عليه ما عليه ضغطتها هي ما ضغطت خسرنا في المطبخ وراح يخسرون اليوم مره ثانيه شيف زعلت علينا بس ذا المره وش لا تطري هذيك خلاص انا المره ذي بنقفل ملفهم طيب ومشروب فنجاله والله نمدح امرنا ان غدينا ذاك طيب توضيح بس كذا بسيط اليوم معنا دحام ونور ام الدنيا بدال ماجد لان ماجد تعرض كذا وعكه صحيه خفيفه بسيطه اموره تمام بسيطه جدا ان شاء الله جدا طيبه وما في شيء بس نورنا دحام وابشركم ان شاء الله ماجد انه ماجد زين ما في بخير اي ابشركم تقبل الان والان شويه شباب دحام تعال معي تعال معي تعال معي الآن معنا عائشة السلام عليكم يا عائشة عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا ومسهلا الآن الشباب معك حسن ومعك دحام معك ثلاث دقائق أو صفيرهم الأكلة يلا الله يعطيكم العافية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله صبح مساء شاء الله بالخير أهلا مساء النور حياكم الله يلا فالكم الفوز إن شاء الله المرة هذه الله الله يطول عمرك أبشري بالسعد إن شاء الله الله يبشركم أعطيناكم الكبسة وقلنا يلا بنشوف إيش تسوون فيها بإذن الله يلا شوف تقطعون البصل وتحمسه في زيت مع البهارات الصحيحة زي القرفة والليمون والهيل دقيقة دقيقة عيدي يا عيال شوي كدا. نواف نواف شوي قطع البصل هذا اللي كتبته أيوة نقطع البصل أول بعدين أيوة وتحط الزيت ونحط الزيت بعدين نحط البصل عليه ايوه والبهارات هذه صحيحه تمام وتحمصونها شويه بعدين تضيفون اللحم تمام وتحمصونه اللحم اي يلا يلا اي ما هو عندكم حاشي ذا الحين سمي عندكم اللحم الحاشي اي اللحم الحاشي عندنا طيب تحمرونه شويه وتضيفون حبتين طماطم مثل معه معجون طماط عليه لا إذا في طماط أفضل إذا في طماط أفضل طماط أفضل لا طماط أحمر في 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 فلفل رومي طيب حط الفلفل الرومي ولا بلاش الطماط تمام إذا ما في طماط طازج تبي طماط أخضر طماط أحمر عندنا والله طيب حلو حط إذا في قطع لك حبة وحطها معاه تمام بقطع بقطع طماط بقطع طماط صغار وبحطها فوق الدج اللحم الحاشي ايوه مع الفلفل الاخضر مع الفلفل الاخضر الرومي لان السبيكر هنا ايوه ايوه اي تسلمي ارفع الصوت بيرفع لك الصوت طيب وتحمرونه شويه وتصب المويه تمام وبعدها تضيف الرز كم نخليه في القدر قبل الرز خل خلها 40 دقيقة لا كلها كلها سوا خلها 40 دقيقة 40 دقيقة كيف بتخلص بالخلصة يا خالة طيب خلها 35 إذا هي القدر الكهرباء عندك أفضل أخليه 35 دقيقة بعدين نضيف الرز لا لا سوا حطها سوا مرة واحدة إيه تمام بخليه كلها مع بعض لين ما تخلص الفترة كلها مع أيوة أيوة بس إذا هو قدر الضغط أفضل عندك الكهرباء الله لا عندنا قدر الضغط اللي في الغرف السيراميكي السيراميكي ايوه انا اشوفه عندكم كهرباء حق الكهرباء هذا افضل من القدر العادي هذه قصتها وش رايك هذه هذه غير غير اللي عقبه ابشري ابشري بنجرب هذا اذا زان بنسويه شيء ثاني لا استعجلوا بالله ابشري وبعدها خلاص بس حطوا الملح والبهارات وغطوه وخلاص خلى 40 دقيقة أو 35 دقيقة خلاص طيب وش هذه هذه أيوة يحطها يحط البهارات كلها معاه أبشري أبشري خلاص تم يعطيك العافية يا عائشة والآن الشباب يبدون والتايمر راح يبدأ 45 دقيقة وخمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد وروح يا مخرجنا العزيز نعيش بسم الله والتحدي شباب كبسة وضبط رجال كان عندي كشته ايه كشته كشته وعادت ما شاء الله عليك رعيه تقول لي العزوبيه ومتعود على الطبخ ومتعود على الدنيا شوف حتى بنظف الدجاج وانا روقان عايش قدر الضغط الكهربائي تمون عليه يا شباب نمون على مخرن مخرن قدر لا قدر يا شباب نمون على قدر الضغط الكهربائي ولا ما نمون؟ لان ما احنا ما نمون عليه ولا عرفنا عليه هاي يا شباب مخرجنا هذا ما ارتحنا له اتكلم انه عادي يستخدمونه تعرفون تستخدمونه لا بس بنحاول نعرف طيب خلاص احنا الان بيرسلوا لنا احد عشان نضبط قطع البصل ورتب الامور يا
يلا. ولا تتجمعون في شغله واحده يا عيال. ايه فهمت؟ ايه ترى هناك في واحد عزاب يعرف يطبخ. انا يعني بس اوضح لكم الصوره بس. الميدان يا حميده. يا اخوان اللي ما صار فيه ليمون واستخدموا ايه بس بالله. ان هذا عجبه. شو؟ دقيقة يا عيال ما في احلى من كبسة الحاشية طول عمرك. خليني اشوف انها هنا حلوة. ابو عثمان والله حلوة. ايش رايك تاخذ السكاكين كلها؟ سن عندكم قفازات؟ قفازات يا شباب انا موجود عنها. شباب ترى كاردشن كاردشن انا مسك كاردشن. لا انا نادي دحام. ها كاردشن عشان ما يجيك خصم. انا جت. ها؟ جت كاردش. كاردشن يعني اخي. فهمت؟ كاردشن جبنا هذيك طول الحلقة كاردشن. كاردشن اشم اشم اي كاردشن كاردشن يا سلام اي فاندم يعني ارد عليك نعم. كاردشن ايه حلو حلو كاردشن كاردشن كاردشن. طيب الشباب الان بدا يقطعون يرتبون الامور حبيبي. كاردشن اي فاندم كاردشن تشكر ذا. انا شوف الشباب ما شاء الله عليكم قطعت البصل. ابشر بسعد كيف العم تسلم سم. لا انت الله يرحم من عقب قطع البصل وشو دكتور وين اقطع ال امور طيبه بتموت اقطع نصين بعدين مو اخوياني يدعون علينا. لا لا ما عليك امس خلق انا اتسمم صحيح. لا لا ما اتوقع من اكلهم امس الطبخ والله جيد شفت ان الطبخ شفته كان جدا هو صح انت كنت موجود يعني ايش دعوه نسيت اقطع من النص كذا ايوه خلني برتب امورك مع هذا بيجون عشان قدر الكهربائي ولا لا يبي بيرسلون انت تضبطوا الامور لين يجون. يلا ابراهيم ارحبوا كيف حالك ساك طيب مرحبا. الان دائما تقول قصايد في اماكن متعدده اما كشتها مع الشباب اما طلعت مخيم اما جلسه رسميه صحيح. قلت قصيدة أو شيلة وأنت قطع بصل؟ لا والله نبيها يعني إحنا نبي في هذه المواقف ترى إيش يكون الإحساس متحرك. قل لي ليش؟ لأن البصل توك تقطع والدموع تطلع. الله يذكرك بالخير يا مصعب الغاب. طيب عطنا قصيدة ورتب الأمور. بس عيش عيش بس أنا يطلع السلام جهز القصيدة وأنا بروح للشباب دقيقة وبجيك. حلوة بس سعد حلو. شباب لا انت يا ربع ترى هذا القدر هو اللي معكم يلا الله الله غدره. لا لا ان شاء الله ما ابغى غدره يا رجال اضغط القدر بس وحط اللحم وحط الرز ومره اتق الله نص ساعه وانت مخلص امورك اتق الله في بس ترى من زان حمسه زان طبخه اتق الله في نفسك ايه اتق الله في نفسكم ان شاء الله انا متقي. تقول لي وشو كم كله هنا 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 انا ما كفي خلاص اي كفي. تقول لي يا ابن ابو فمين اسلم يا مرحبا يقول يا مقي عموني تست نبي صدى يا شباب صدى جاهز يا شباب جاهز بس جاهز حط بس. يقول يا مقيدني متى تطرق سراحي الليالي مقفيه ارجوك بادر انتظرتك شمس تشرق في صباحي وتر قلبك في منام الصد خادر في انعزالي ما لقيت الا ارتياحي خلني مع هاجسي وارد وصادر عن مناح الناس لعده مناحي نادر ما تجذب غير النوادر. تفضل يا سلام صح لسانك ايش فيك متفاعل احب نفوز والله الله يشوف شفت الشباب اخذه على طبق من خشب شكرا شكرا حلو ابو سعيد يا مرحبا ومسهلا هلا ومرحبا وشرفت الله يرضى عنك ويسعدك. انا الامانه شوف انا ما ودي اني اقعد اسولف معك واشغلك على الطبخه فلذلك اشتغل 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 اي ابو سعيد هذه برضه نواف ابدع السبشن شفت كيف اهتم في ادق التفاصيل عشان يعني الله يرفع قدرك الله لا يحرمنا يا ابو الله يسعد دلوش ارحب يا نواف يلا حي هلا تقول لي يطلعوا صام العزوبيه صعبه لا ما هي بصعبه ها ما صعب الا شو اسمه بود جبلي لا والله ما في اي صعوبه الصدق هيك اكتب الصدق يعني بالله جميل إيه كم جلست العزوبيه الحين الى الان جالس يعني من يوم ما اقتربت عن اهلي يمكن سنتين خلاص تأقلمت متى أقلمت تغسل ملابس كل شيء طبخ وذا شرايح يا نواف أصغار نفسه فخلاص تعوست تطبخ إيه خلاص تطبخ. طيب وش أكثر طبخة تتقنها شوف الموضوع لا تقول لي كبسة الدجاج لا صدق دجاج ما هو بجوي لحم وين طالع طيب على حسب الضبط ما هي على حسب سواء اللحم ولا الدجاج كلها أنا أضبطها كلها بس اللحم أفضل طيب فيه أنا مر أسبوع أذكره في قبل أدخل البرنامج أسبوع كامل كل يوم ملحمة
مرة دقيقة دقيقة وانت ماشي وانت ماشي وانت ماشي يا سلام اخذي نفر احاول ادق على شباب الزلمية معك احد ولا اولا حالي بس احاول اني خلاص جيب حد انيس على ما يقول يونسك راعي سواله وراعي بس يسولف وانا اطبخ هذا اهم شيء هذا اهم شيء طيب نبي طول عمر السلامة تسمعنا شيء بصوتك لأني أنا جدا أحب صوتك ولا يهمك جدا جدا صوتك تبارك الرحمن ولا يهمك هذا أول شيء شرف عظيم إن يعجبك صوتك يا رب عمرك سمعك شيء سمعك شيء أبو سعيد إيه لازم أجيب ورقة بس السريع السريع عددنك أيوة السكين هذه ماشي ما عليك ما عليك ما عليك تناقض كل هالدنيا تناقض واللي ما يقدر يناقض اقتناعته بسياسته ويله 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 هدوم تناقض كل هالدنيا تناقض واللي ما يقدر يناقض اقتناعاته بسياسته ويله 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 هدوم وغيره كلنا استاذ غيره كلنا جلاد غيره وكلنا عيوبه ما ليجيبه ويله 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 هدوم ويله ويله هدوم ونشهد ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله انا ودي اطلب واحده ثانيه لكن خايف البصل يحترق خايف البصل يحترق هذه هي المشكله عادي اللي حافظينه بنشوف انا اتوقع لو كملت بلقى ايش وانت ماشي انا كليلك الله يعزك طيب الحين هناك بالشباب الفريق الثاني عندهم جو تركي نبي كذا جو هندي جو بنغالي جو باكستاني يعني كذا اطلع خارج المود خارج الصندوق نبي خارج الصندوق اليوم فصيح يمشي يمشي يلا فصيح يمشي عيش فصيح طماطم على طماطم على طبق من خشب عشان نبغى قطعه وحطه جنبه عادي بحطه مع بعض قسم بالله خبرة سنتين جالسة تتحدث الآن ما يمزح الله عليك طيب كل شيء جاهز جاهز عطل اللي جاهز إن شاء الله أني ما أنساها هذه وناديك للفنان صالح بمعنى عليامي فصيح وانا والله اني دائما اغنيها يعني بس زين انها جت الفرصه اللي اغنيها فيها الحين ايش برب الكون قولي لي اما زلت تحبيني برب الكون قولي لي اما زلت تحبيني سلام أما زال الهوى طيرا يغرد في الميادين وهلا زلت في عينيك عشقا عن ملايين وهل تقوى حنايا روحي يا روحي على هجري على جرح سيضني أجيبيني وعودي لي وضميني أناديك أعيدي الروح لي واسقي بساتيني تماهي في عروق القلب ذوبي في شراييني ويكفيني عذابا منه تسقيني وتسقيني أناديك أجيبيني الله حفظك على الحفظ الصوت توي صاحي من النوم لكن مشي الأمور ما شاء الله هذا وانت صاحي ما شاء الله تبارك الرحمن يا حبيبي برب يا أخي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حبتين فلفل قرنين فلفل قرنين 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 هذه قرنين قرنين يعني ثنتين أبوي مشي هلا بيك انا بس خلاص زي كذا زي فلفل اي لا لا خلا كذا ماجي الماجي باخذها منك هنا خلاص طيب الحين دور ابو برهوم شوف انا ابراهيم مقل في الغزل ابغى اسمع غزل طلب خاص
من زميل المطبخ ومن زميل المهنة ومن زميل البرنامج ومن زميل العمر. عيش حبيبي يا ابو زيد. استاهل ابو زيد. دقيقة حمود يا حسن، انا ما ادري ليش مسكها معك محمد. الله نبي محمد، نبي غزل كذا من القلب كذا تمغط ام تعتفر شيء كذا. نشوف اللي ما قد قلنا، عطنا شيء كذا. عيش. ما كان ودي ما كان ودي عن حياتي ترحلين، يعز غالي في حياتي قد لفها، ما قلت هلا لك وانا جنبي متين، ولا اهتم في من وصل ولا من جفا، لكن معك تحرك احساسي الدفين، وحسيت في قربك بنوع من الدفا، ولا نويتي ترحلي يا الياسمين، فخذي معك قلبا من الهم اكتفى. يا سلام، اخذي معك قلبا من الهم اكتفى. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. أنا أمس شفت فقرة ناصر القطاني، ما شاء الله تبارك الرحمن، وثنا عليك يا نواف وتستاهل والله. إيه والله أنا شرف كبير. إيه تبارك الرحمن. ناصر القطاني يعني شيء يسعدني أنا على المستوى الشخصي. لا تستاهل تستاهل. أتمنى أن برضو في حلقات جاية تجمعنا فيه بإذن المولى عز وجل، والقادم إن شاء الله أفضل. لكن السؤال، هل إذا جاء رمضان تفكر تمسك؟ أي ماما قصدك؟ والله بحكم ارتباطي في العمل ما أتوقع. ولا والله انه شيء يعني يسعدني ويشرفني، لكن ارتباطي في الدوام ما اتوقع والله. يا عموما اذا مسكت ارسل موقع المسجد الله انت. الله يصلي معك. الله يعلمك يجمعنا على الخير يا رب. الله يجمع الخير يا رب العالمين. لكن نقول ان شاء الله. طيب نبيك ما ادري ايش جاني. اقول نبيك يا طول عمر سلامة تقرا لنا ايات اي شيء. ايات. اليوم تنويع، اليوم يعني عيش. تدري شو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما اجتمع قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده. فالان يطلع من السلام الصحابه كانوا اذا اجتمعوا اخر من رسل يقرون سوره العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعدها شو يقولون؟ امان الله طهر مجلسه. فحين نبي ايش نطهر مكان؟ بالله من الشيطان الرجيم. أمس قرأت عند قرأت إن الله بار في نعيم من الفجار والجحيم يصانها يمدين وفعا عنها بغائبين. لكن أتذكر المشكلة الحفظ. طيب عندي في أنا حافظ، لكن وش رأيك نخليها تختيمة الحلقة؟ ما في مشكلة، خليها تختيمة الحلقة أفضل. طيب الحين انتم ضبطوا الكشره وضبطوا الامور وزي الامور، انا ايش بنتقل هناك وبجيكم ان شاء الله. جاهزين. بالتوفيق يا شباب، بالتوفيق. طلع السلام عليكم. سلام. ما شاء الله الكريم، ما شاء الله ما شاء الله. ايش سويتوا؟ ارحب. تبي يصلح الحركه ترى ما يسويها الا طباخ. شفت كيف انا حاس؟ انا قلت الدحام سوي الحركه. صدق؟ من قوة ما انه ذكي كان يحرك طول الوقت في السكين. هذا خلاص وصل ايش؟ كوش انه ما عاد يحتاج ملعقة، صار يحتاج سكين بس. هذا وصل مرحلة اللي فاهم ما شاء الله عليه. ما شاء الله ما شاء الله الكريم، ما شاء الله الكريم. وكيف الامور معكم؟ كيف البرنامج؟ وكيف النفسية؟ وكيف الله؟ الامور زينة وتعودنا خلاص على البرنامج. طيب الان لكم تقريبا 44 يوم او خلينا نقول 50 يوم، ممتاز. شهر ونص. كيف وش اصعب شيء واجهته؟ اصعب شيء ايه البدايات، بدايه البرنامج. دائما البدايات صعبه. اي والله دائما البدايات اصعب شيء، دائما البدايات. اخ البدايات دائما صعبه. ليش وش واجهت صعوبه؟ هل هو عشان الجوال ولا لا انقطاع من العالم الخارجي ولا وش الفكره؟ يمكن شفت ترى متحمس بيحط بهارات كثير. لا ماني متحمس. اسمع انا داخل فجأة. البدايات يمكن لان كنا جديد. لا ماني مكثر والله. فك وعلق انت تركي يا رجل، يعني ما شاء الله تعرف الامور التركيه. اوه هي يا رجل، بعدين عطها هذه كل يوم ما حد يسويها. ترى لازم واجد زي بالضيعه. لا تكثر تبيها مع جو تركي. شيني روميرو على الجو تشوك جزال ابي جيم باك باك باك. ايوه يعني وش نسمعه؟ باك يعني شف. ها؟ باك يعني شف. شف ها؟ حاسس انت بلا تحمس فيني. احترق. احترق وانت الله يحرق وجهك يا دحام. يا مال دافع عليه. عنده خبره. ترى الرجال ما شاء الله يعني مطلع على الحضاره التركيه، يعني لا تخاف. ايوه والله. الاكل التركي يعني ما شاء الله. انا قلت ايه؟ ماني طالع من هنا لين ما اعلمهم كيف يسوون الشاي التركي. اللي قدريت. يا زين الشاي التركي زين. طيب طيب تقول لي وش اصعب شيء واجهته في البدايات؟ كنا ما نعرف بعض. فهمت. ما نعرف بعض في البداية.
جديدين على بظن انا كنت جديد على البرامج الواقعيه ولا اعرف فيها شيء. فهمت يعني اول مره اماني في الاعلام فهمت إيه. كانت يعني بدايه غير صعبه يعني صعبه الصدق. والحمد لله يوم تاقلمنا على بعض وعرفنا بعض خلاص صارت الامور ترى تعدل الملقوف يجي نظر كذا شوف شوف التكتيك شوف 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 كيف ينزل شوف كيف ينزل فصل ورا دخلت ليش قاعد تطبخ بس يعني اتغيشر ولا انت ما غرك بشيء نبي 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 يا نبي نبي ما تعرف ذا التقطيع وكذا بالله والله ما اعرف نبي تسمع له شيء على ذوقك يا حسن كذا شيء كذا يعني كذا اذا ما انه ما ادري كيف اوصفه لكن من بطن المشاعر شفت المشاعر شفت الرئه خلي الرئه خلي البنكرياس ادخل لي طعم السلامه في الاعماق في القلب كذا ايه عايض بغني له عيش سم بغني له عايض انا عايض قربك عارف عارف في المراد ايه الى الله ارفع يدي منك اشكوه من جرحك ومن ظلمك من كل ما مدت يديك مصيرها ترجع عليك ترجع عليك ما كن من قبل لقاك انا تعبيرك ألم ما كني من شالك أنا جزيتني ظلم وندم ندم لذلك أدعي عليك لأنك كل اللي عانيت بدم منك وإن كان ظنك برتجيك أقول لك صعب عليك صعب عليك الله ما شاء الله خطير وش احب لك الجو التركي ولا العربي والله كلها يعني كلها. بس اكثر شيء كنت اغني تركي صدق يعني هل لان هل التركيه حافظ اكثر من 80 طيب انا عندي سؤال مهم فهمت سؤال انا حطيته مهم فهمت ما ادري عندك مهم ولا بس اسمع الان طبق الحنجره ممتاز ربما بالكلمات التركية تصل إلى نمط معين فهمت؟ صح بالعربي ما يصل هل يطلع من السلامة إن اللي في إذا جيت تغني تركي يختلف صوتك العربي؟ شف يختلف فيه ليش؟ لأني أتقن اللهجة التركية وكيف يطلعون العرب وكيف يطلعون الكلمات وكيف يغنونها فهمت؟ فالأغنية هذه فكذا يختلف يعني إذا جيت أغني تركي يكون مختلف مرة عن العربي وأعرف كيف أمد يعني أكون متقن اللغة بشكل كبير. كيف 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 بدأت حكايتك مع التركي؟ بدأت حكايتي مع المسلسلات التركية من عمري 7 سنوات تقريبا كنت أتابع على الشاشة لأن ما كان معنا جوالات ولا كنت هذا فكانت 30 تعرف الأرض الطيبة ما تعرف الأرض الطيبة أعرف شيء أنا أبدا خلاص أنت هنا ما تتابع يعني تركي ما تتابع فكنا نقوم العصر فكانت تنعرض مسلسلات فكانت هي اللي تخلي وقتنا يروح فقطعوها عندنا بعدين صارت تنزل مدبلجه في موقع مترجمه معليش فصرت اتابعها مترجمه ومن تقريبا 2016 يعني يتكلم وتترجم تقرا معه ايوه بس الحين اقدر اتابع لك مسلسل كامل بدون ما يكون في ترجمه تحت خلاص اكون فاهم عليهم واعرفهم وش يقولون وش ما يقولون خلاص وسلكت الطريق ايوه خلاص الامور زينه رحبي دحام ابشر بساعتك لا لا كارديشن ليش صب ذاك يلا ايه هذا بارد ليتك صبيت ذاك على طول صب صب وش يدريني هم حاطينه ما في شيء يحطونه نار اصب زياده رز طيب يمكن حاطين كمين احب شفت ممكن ياخرونكم ترى والله كم باقي يا مخرجنا كم باقي ازود 24 دقيقه ما ادري 24 دقيقه هي قالت اكبس 40 دقيقه لا قالت خلوها 35 قلت 35 كانت 40 مع التخفيضات 35 مع التخفيضات انت الان ترى باقي معك 40 دقيقه ترى يمديك ايه يمديك يمديك يمديني يمديني وارفع النار سما وارفع النار سما الحبيب دحام تبقى مرحبا وسهلا انت شاعر تبارك الرحمن والله ما اقولها مجامله اقولها في وجهك واقولها في كل مكان دحام من الشعراء اللي يحبهم الله يحبك واشوف لك مقاطع تبارك الرحمن منتشره في كل مكان اي برامج في برامج التواصل الاجتماعي ايش في ذا
ترى زعل. حط لي هناك القدره. لا شكله يبيني هجيب بيتين. اي يعني انت ما شاء الله. رسلني على طول شبك. اقول ما شاء الله جامعها شعر وجامع حنشاد وجامع قبل كلها المرج ونعمه تربيه والله اني من صادق والله عليكم زود جميع وتستاهل والله تستاهل والله ترى طيب الله يرحمه وش اقرب لك الانشاد ولا الشعر وهل هذا السؤال يصح او لا بوجهه نظرك والله شوف على حسب المود والمزاج طيب انا بسالك سؤال وش اللي انا يعني ارغب به وكذا وش اكثر اذا خلنا نقول جاء هل لو خيرت بين الشعر والانشاد وش تاخذ الشعر الشعر احب لك من الانشاد شعر غير شعر ترى الشعر ما هو شيء نهين شعر عائشه رضي الله عنها تقول علموا اولادكم الشعر فانه يحث على مكارم الاخلاق يا سلام يا سلام الشعر طيب انا والله سمعت قصائد كثيره فهمت ولكن انا ما ابغى اطلب اي قصيده اقول دحام عطني قصيده ابي اقرب قصيده لقرب دحام والله القصائد واجد عز الله انها واجد انا سمعت كنت سمعت القصيده كنت مشارك انت في في لا اله الا الله منافسه شعريه. ايه. ذكرت القصيده؟ الله الله. عطناها. كذلك ترى هذا باختياري عاد بعدين نبي باختيارك. هذه اللي كنت مشارك وقلت عطنا عطنا قصتها. كنت مشارك في برنامج شعري. انت قصتك اللي قبل يومين. الله الله. ايه. و كان في شعراء وشاعرات كذا. ما كل واحد يجيب القصايد اللي هو كاتبها من اول. والله ما حرك لي شيء لا لديت لشيء يعني. عطوا اللي عندهم عطيت اللي عندي ونزلت. والوضع ايش؟ الوضع ريالتي. اي والدور يرجع. ايه. لين طلعت وحده وقصدت. شدني انها حياها انها فيها حياه وفيها ولا ودي عاد اكثر حدسي عنها لو كاد انها لو كاد انها شدتني. من الاخير. حبيت الصراحة. ايه وقريت اسمها فقلت كم باقي على دوري؟ قالوا باقي حول 10 دقائق كذا. صح. قلت ابى احاول كتبت بالعشر دقائق القصيدة ولا جبت من القصايد اللي عندي من اول؟ يا الا جبتها. فانا قلت بديتها بالاسم بعدين قلت لا ما ابي احد يمسك على اي شيء. إيه؟ فقلت يا غوالي لان كنت كاتب الاسم يا فلانة. إيه؟ فقلت يا غوالي ما شعاني من بنات الغيد سمرة. وقلبي المجروح مبطي ما برى منه صديده ميري من بعد المشارك شفت زين وحس نبره دثروني دثروني راق قلبي وصديده يا عواني يا قرابه يا جماعه ويش قدره من تعلى فالعلالي انت لا جاي اقصد الشاعر يطلع يعتري شوي زي ستيج كذا قلت من تعلى فالعلالي واندمج سيدي بسيده عين قريم وعين حر وطيش ورع ولعب مهره بنت عود فالملاق قال اضجر عد البديده والله ما ادري ابوها عود اضجر عد البديده ولا ايه لكن حطنا عد البديده بنت عود فالملاق قال اضجر عد البديده اجمعوها واطرحوها فالحلا عشرها بعشره دون قاصر في الرفايع لكن القلب وقصيده ووجودي وجد من هو عاش احلى ايام عمره في كنف شخص يجور ولا رحمه ولا يريده اظهر الحب الحقيقي فوق زيف وفوق غدره واستراس الفكر والاحلام في كذبها جويدها بعدهم والله اني من خنق من قوه عبره رحم ابوها تكتم الرجال وتلين شديده ذي بيوتي وصلوها للعرب وتكون عبره شخص تاجر فالمحبه افلس وصف الرصيده. سلام. طيب رده فعل اللجنه؟ رده فعل اللجنه عجبتهم القصيده خص البيت اللي يقول عين قريم وعين حر وطيش ورع ولعب مهره بنت عود في الملاقى لا ضجر عد البديده. بس انهم في واحد طرحني. ايه. واحد طرحني لانه شافني اكتب وارجع اكتب. لا صادني يعني. الا ايه درى قفطني. مش الامور. مش ايه لا مشاها. ما شاء الله. طيب نبي يطيع وسام نطلع من الجو الشعري بندخل النشاط بنرجع الشعر لان انا من محبين الشعر. ابيك يطيع وسام تسمعنا شيء بصوتك وجر الصوت وعيش. في بيتين احب ارددها لي يومين يقول الله الأيام ما قصرت تضرب على الحامي والناس من تالي تشكك معادنها لا عاد تومي بشال في الهجر قدامي أطعم بها زين ولا فكني منها بس هذا اللي حضرتني تبي شيء ثاني اعطيناك بس في بيتين ذي عطني عيش دنيا انا منطرب ترى
ايه الغالي اللي عليه الشوق ذابحني اقفى بهالوقت لا جاني ولا جيته يا سيد الغيد قبل اقول لك بحني بخبرك عن كلام عنك خفيته تدري وش أكبر خطايا الله سامحني قفايتي عنك وانت اللي تمنيت سلام. يا سلام صح لسانك ما شاء الله تبارك الرحمن نرجع واقول جامعها مراجل وشعر وقصيد ومن على ما قيل حي يحيك ما شاء الله تبارك الرحمن يا دحام وخير والله من مثل ابوك وعائلتك وجماعتك كيف والله تبارك الرحمن يرحم والديك يا نواف طول عمرك ارحب يا نواف تعال نبيك خلي المواعين تعال نبيك ارحب 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 يا مرحبا الله يحيي ذا الوجه تعال شوف مطول يا نواف مع الـ مع الـ على طبق من خشب معنا الله الله على طبق من خشب ابو سيد اذا قال النظافه ايوه بديت لا امورك بديت احسب لي 20 دقيقه ازهر ما معك 20 دقيقه الحين ما عاد بقى معك الا ربع ساعه آه روان هزن تعال 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 خلينا نسولف شوي ونتكي شوي بس اكسس ممتاز حرق له الان يطلع السلام انت منعزل خلنا نقول هذه القريه لك الان تقريبا خلنا نقول شهر ونص ممتاز اكثر شخص شكت له خارج ال خارج امي وابوي والله اي والله سمعت صوتهم خلال شهر ونص ولا والله دقت على ابوي قبل يمكن هو قبل اسبوع قبل اسبوع اللي راح الله يوم شفت الوضع لا دق لا فقرات ولا شيء دقت عليهم الكبينه بالله اي والله ايش تكتب الو السلام عليكم الو الو يا شباب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا ومسهلا كيف الحال طيبين ان شاء الله ارحبوا السلام عليكم الله حيه كيف الحال شلونكم يا مرحبا يا مرحبا هذا الصوت يلا حيه عساك طيب كيف صحتك يا مرحبا كيف الزملاء كلهم عساهم بخير كلهم طيبين يسمعونك ويسلمون عليك الله يحييك ما شاء الله ما شاء الله وش طبختكم اليوم ما شاء الله الله كبسه زي ما تدق علي اول وانا في يا سلام يا سلام يلا حية كبسة كبسة ايه لو تحترق الحين ما عندي فيها اهم شيء سمعت صوتك لا تكفى ضبطها ضبطها عندي خلاص اهم شيء سمعت الصوت كيف الحال عساك بخير يلا حية كيف امورك عساك بخير الحمد لله بخير وطيبين والاهل كلهم بخير لا امي طيبة اخواني طيبين كلهم طيبين يسلمون عليك الله يسلمك ويسلمهم جميع كيف كنت كيف اخبارك وشلومك كلش طيب يسلم عليك دحام الضحك وحسن العجمي مقدمنا ابو سعيد ابراهيم ابو همين عليك زود ونعم ونعم فيهم كلهم عليك زود الله يحيي كيف امورك ونعم والله الله يوفقكم ان شاء الله جميعا كيف كيف تشوف الاداء الى الحين اهم شيء ما هم جايبين العيد ولا شيء لا يكون جايبين العيد ما ندري ولا شيء لا اموركم طيبه ما شاء الله تبارك الرحمن كملوا على نفس الرتم كملوا كملوا ولا عليك الله يجعلني فداك والله انا سري سمع صوتك يشهد ربي وشكرا يا ابو سعيد الله يعزك حق واجب يا ابو نواف لبيك الله يحييك وخير والله من شرفكم ونعم التربيه ونعم الخلق ونعم التربيه تبارك الرحمن الله يسلمك ويطول اعماركم سؤال نهايه الليل لبيك كم معي في الاتصال كم مفتوح الوقت لا لا طيب الان عنده انا خلني الان نواف عنده سؤال يبي يسالك عيش عيش اسلم وتحبني ولا لا هي حبك بقوة اه عاد عاد يبدأ هذا اليوم اليوم خلاص لو ادري دقت عليك الظهر بس شد خلك ممتاز شد حيلك انا خشي يجعلني يبدأ ابشر بس سعد الله يجعل ربي يطول عمرك
يلا خلنا نشوفه على خير ان شاء الله. صحيحك بالنوم معليش يا ابو. وفق خير يا ابو نواف. مرحبتين يا وحيه. الله يحفظك. سلمي على الله. الله يحفظك. فما الله. اسلم وسلم. الله يستر عليكم. الله يرضى عليك. مرحبا مرحبا. شكرا والله الوالد ابو نواف. واليوم نواف مين قده؟ اليوم نواف خلاص عايش. دام المشاعر الحلوه صنع اليوم. طيب انا عندي سؤال، ليش الان الشيبان الله يطول بعمرهم شديدين؟ كلمه احبك ذي ما شاء الله هو ترى في التاريخ والحمد لله على الهواء. خلاص سجلت عشان امسكها عليه. عشان امسكها كل ما جالس اسمع سمعها. ها سمعه. والله شوف ما انا ما كسرني في حياتي الا حاجه واحده. ها يمكن ما ودي اني اقولها لكن جالها مجال. اليوم اللي حصل فيه نقله دوامي فعايش مع الاهل طول الحياة طول الحياة كله في بيت واحد. في الليله اللي سافرت فيها بروح لدوامي انا ابوي اعرفه. ايه كنا تعرف شديد شديدين شوي وكذا. إيه؟ حتى الدمعه صعبه انها تطلع. يوم شافني ماخذ شنطتي وماشي لا والله ما تسري في حياتي الا يوم شفت دمعته. الله يطول عمرك. اي والله يمكن ما يدري يمكن يسمع مني للحين. يوم شفت دمعه انكسرت. والله اني بغيت اروح لين القديه ويدين. لا اله الا الله. ما بكمل الطريق. الله لم دق عليه قال الله يوفق بس تعرف ما تعودنا على شيء زي كذا. تبشر بس سعد وما لك هم. والله هذا دوام. كفو يا ابو سعيد. شهر شهرين وراجعين لك اجازات ولا شيء يعني والله افداه. الله يجعل ربي يطول بعمره. الله يجعل ربي يطول بعمره. خلي لكم ان شاء الله. خلي لكم ان شاء الله. افضلكم ان تحبون يا رب. امين رب العالمين. كم باقي يا مخرجنا؟ نواف. طيب شباب 12 دقيقة ودامنا كذا واكلين كلنا ولا عند النظافة كيف امور طيبة؟ امور زينة يا الربع دام الله جمعنا مجدين وجمعنا شعار نبي كذا دويت دويت وجماعي. ضامن برد عاد تصرف او انت شوف المناسب. ها اللي امس عندك ابو عبد الرحمن الموضوع يوم رتبته مع المسرح كله. طيب خلنا نجز معي. طيب خلونا نجي هناك كلنا. شفت انا صوتي ما هو بذاك الصوت لكن خليك في النص. خليك في النص. ما تبين كذا كذا يلا. اي نواف دبيه يلا مضبوط يلا ما حنا انا وياك كذا 3 يلا نواف 3 الحين موجوده هنا صح؟ مع القبائل اي موجوده انا ماني حافظها خليني اروح عشان اقراها حتى انا والله يلا تابع بعض انا وياك خلنا نجمع اللي اصواتهم شينا يشوفون الوقت ركزوا على الوقت الوقت بالله ترى في تكمله الصفحه اللي عندنا يلا شباب يلا 3 2 1 اكشن ترلين روح عندك 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 رحمه غمضت عيني عن سوالي في بالي حتى ولو ما عانق عيوني العاس تمرني عقب الليالي ليالي والجرح مثلي حيل مراب وحساس لا جيت بين الناس كني لحالي لا صرت بالحال معي كل هالناس فيني امالي ما الهول وتالي استسلمت للياس من سطوه الياس لا جيت بين الناس كني لحالي ولا صرت بالحال معي كل هالناس فيني اماني مال هو الوتالي استسلمت للياس من سطوه الياس غمضت عيني عن سوالي ببالي حتى ولو ما عانق عيوني نعاس تمرني عقب الليالي ليالي والجرح مثلي حيل مرهف وحساس الله عليك ما شاء الله رب ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبدعته والله يبدعته دامك يا طول السلامة تعت على بيك خلي المجدين والشعار نرجع كاميرا الثانية لو سمحتم شوي لو سمحتم نبيك تسمعنا شيء فاخر من الاخر بشر بالسعد ابو سعيد عيش سمعني اطربني روح يقول يا انيقه عن دروب الهجر كفي ضحكتي من يوم غبتي مستعاره عفي من الهجر والطيب يعفي ما بعد طول الهجر غير الخساره صاخي من قلبي لك وما حاش كفي وطابعا حبك على قلبي شعاره ما عشقتك يلمها ولا انت شفتي يا دفا قلبي ونبضه
وازدهاره صاملا في حبك وهذا ملفي عينوني لو بواب الوزاره ما هو بقدري وانا ادري ويش صفتي مقدم الفرسان واكسر كل غاره غيري هفتني الليالي وكم تهفت وجرعتني بعد حالي هالمراره ليه يوم قلبي على لقياك رفتي صرتي اللي ينقلب تاره وتاره وانا ما قدمت لك غيرك تحفي خدت بيني كبشري وانتي مجاره دم عيني في غيابك ما يكفي وحالتي حالة سجين بلا زيارة ما يكفي ما حصل لي ما يكفي ارحمي قلبي قبل يوم انهيارة الزعل يحصل وغير اجوك خفي كل شيء للهوى يرخص وقارة بكره ان قالوا لمحبوبك توفي وش يفيد الدم على زرق دمها وش يفيد الدم صح لسانك ان شاء الله كان باقي يا ابو خرجنا وش فيكم تناظرون دقيقة في نظرات كذا في في عملية اختلاس في المطبخ بوف مع شوية بغضاء في شوية بغضاء حلو طيب أقول لكم شيء حسن أقول لكم شيء دحمد دحمد حاض نواف يلا يلا كلنا بوف حسن بوف حسن أوكي طيب حسد بوف دحم الله يسأل أبو قلبي عطنا قصيدة زمان قال أنا يا منى طيب يا الربع لا لا راح برس الرجال أنت حطنا أنا أنا سلمت ابو سعيد يا ترى احس انها كبيره على وجهي ولا لا علوم كلها زين تقول صادقين والله كل ما البسته يسبون لا يا اخي احتاجكم في حياتي من زمان اللي يسبك غيران منك الله يطول طيب لذلك انا احبكم جميعا انت ايش بسوي بروح اسحب في تويتر الله بروح اسحب في تويتر كم 2003 كارديشن طيب وعذاب الدنيا محسن العلمي علي العمري فيصل نياف محمد اليابسي عايض الفارع صحيهم الفريدي صحهم هذه والله المفروض اخذ نقاط ما عليك نروح بكلم الشباب ونضبط الامور يا ولد علي العمري عايض ايه اليابسي ايه حاتم ما حد طيب بسم الله بصحيهم على ما تخلص ذي شباب راح نسحب يا شباب بسم الله بسم الله معنا يا مخرج الجميل وبسم الله بسم الله اصبروا شوي دقيقة بسم الله الآن راح نسحب خلنا ننزل شوي تحت ننزل شوي تحت بسم الله شباب نبي كذا دويت بعد شوي دويتو نبي حماسي ما نبي غزلي يلا بسم الله تبون عدي لكم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة طط افتح الناس مضبوط كذا يا سلام شكرا يا ايفان طيب شباب شباب نبي شيء طربي نبي جوعان انت الله يصلحك عطه احسني بلشتيتي ما كنت الحمد لله انا طيب دام نبي شيء طربي يا شباب خلص خلص رقمتك نبي شيء كذا حق صفر الحين خلص الشاي ذا اوه خلي عايض يجي والله انت تجي جلسه طربيه هنا قبل ما نعلم الفايز نبي بعد داخل يا اخي بلشتي بذي يا اخي الله يوفقك شعفي عافيه روح عز ايش تبي تبي شيء نبي شيء طربي فهمتم تبون طربي انا اقول لكم انت تقول تبي طربي تبي طربي معليش انا نسيت مخي طري عليك ذي الايام تبون شيء ها يبي طربي يلا يلا ايش تبي يعني يلا ترى انا خلوها وين انا صوتي ترى يعني ما بخايس يجي مني اخي خلني اعيش معكم حافظها يلا حافظ نصها يلا 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 من معنى يا مخرجنا؟ المعنى الخمسة الشباب اللي يقيمون اليوم علي العمري دقيقة علي العمري فيصل نياف محمد اليابسي عايض الفارع حاتم فريدي حاتم فريدي اللي ما يجي ترى عليه خصم الف حافظ يا صاح من باب التعامل بالانصاف لا انت حافظها انا مع اللحم باجي صاح من باب التعامل بالانصاف لا معاملت احسن ما يعرفها يا اخي ايوه وانت وش حافظين انا حافظ ولا لا حتى اللي قلت قبل شوي شيء يا ربع عليها الوادي صح يا ربع عليها الوادي حافظها بس ما قلت إيه بس يلا معك يلا يلا الله يا ربع يا اهل الوادي يا منبع العز والفادي يا دين مسراني لا تروني يا ديار يا من وانت
لي عز الخوي مدفن الجاني يا زين مزرع للالباني والنوي والنعف الاول والنهجي ديني حنا يا زين مزرع للاجراني يا رب على يا اهل الوادي يا منبع العز والوادي يا زين مزرع للاجراني والنبي جدران مزايع لا كالنبي قدر دوامير ظل أقب المنكوس وحب رباع من الوقت والوقت خداع ما دريت ملكة الوقت خداع شفت مدخلي ولا شفت مطراعي هم قلبي باقي ثلاث دقايق وانا اسلمكم وانشد باقي ثلاث دقايق شباب طب ثلاث دقايق الصحون وين اللي هنا كانت شباب الصحون لا لا هذه والله لا يعني شباب باقي ثلاث دقايق اللي بالصحون لا انا 10 دقايق كم بقي ها كم بقي ثلاث دقايق باقي ثلاث دقايق خلاص انا لا انت واطى ما ادري هو على حسب الطبخه ترى في نهايه الامر بعد ثلاث دقائق بفضل لا 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 هذا يبغى له شوي تراك مت بلحم هم دجاج يعني تفك لحم انت كم لكم ضاغطينه؟ دوبهم دوبهم باقي له دوب عموما عاد انتم تصرفوا وشوفوا الامور يعني انا اقول لك اذا خلصت ثلاث دقائق اقدر افكه بس بصرك تشوف انا ما والله بصرك انا ودي اخدمك لكن بصرك ابو سعيد ابشر سمعني اسمعك وش؟ سمعنا شيلك قصيده امس غنيت سيارة عربيه عربيه ايه صدقني قدخنه الا ما في امل انكبه ما في انت نظامك كذا يا خاطر سمعنا سمعنا والله شوف انا غالبا ما احفظ ما احفظ عرضه يا رجال ما احفظ ها ايش اقول لك انا غالبا ترى ما ماني والله اميل للشعر اميل للقصايد احب الشعر ولا اني بعد احفظ جده شوي شوي الحاصل انت ما تميل للقصايد تميل للشعر لا ما اميل للشيلات اميل للشيلات ابو عبد الرحمن لا تعقب ايش الامور ترى لنا ساعتين نسولف روح بس عندي شكوى افا والله شكوى شو احبه جدا واحترمه على المستوى الشخصي من هو؟ وماشي معي صح الين يوم قال لي تراني ما حسبت وقت هنا قتلني الولد هذا عنده بيعات وعنده تسليمات عنده امور جديده نازله في السوق تعال ورب الكعبه انا والله اليوم عادي عادي ان شاء الله يقول ما ادري حسن حاسم كم الوقت؟ لنا 10 دقائق و 15 دقيقه والله كنا رفيقه 16 والله انا ما فزت يا رجال تعال تعال خلاص شباب باقي دقيقه 30 ثانيه فهمت الصوره؟ ماني ايه يا ابو سعيد الله اسمع اسمع جيت دحام جيت شال الرجال قلت كيف اللبس؟ قال شوف يقول لي كيف اللبس؟ تسليم قال كيف اللبس؟ تسليم والله والله نتكلم صدق قلت ابغى اقول للرجال شوف قال تسليم ربع ريال قال كيف اللبس؟ والله جامد ما بين العادي والله كويس والله ربع صوتي قابلك الله ما يحتاج اسلم تقول قصير اسلم والله اني ما ادري هذه يا طويل السلام الشاعر وليد بحيح اي انا قلت قبل يومين شاعر انا والله ماني وليد بن ناصر نعم ونعم والله به وابوه يقول فيها هذه ثلاث شهور بعطيكم هذه ثلاث شهور يا صدر الرحوب الله خطر من الضيقه تقوم قيامتي لا شفت قرص الشمس هره في الغروب قمت ابلت ازراري واحد ذعمامتي وسبها لي كل ما حاولت اتوب ذكرت يوم قالت هذه شامتي شاعر وليد والله ونعم يا شباب ترى باقي 20 ثانيه وحاب ابلغكم ان الوقت انا اطالب منك من هذا المنبر انك تكلم الاعداد ما يقصرون ان شاء الله انه لازم يبدون في الوقت لو خمس دقائق لان كلها مضاغيط يا شباب الوضع اليوم مضاغيط ايش رايكم يا شباب؟ يعني ما والله صح اتق الله صحيح شيء نوكل نعم نعم طيب انتم يا شباب غاليين وانا والله اني احبكم كفو فلذلك خصم 100 نقطه لكل شخص منكم خصم 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 ليه؟ ليه خصم؟ موظفين سجل على ماجد نادر لا 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 يا رب انا اعتذر على فقره لا لا تعال تعال حرام والله حرام نعمه ترمى انت معتذر؟ لا هو يمزح تبي الصدق؟ لا والله ما يخصم شيء يا الربع انت في وجهي والله وجهك لا زودوا الوقت بس انا ودي يا طول العمر سام تدخل داخل خمس دقائق ليه؟ انت ما ادري تقول تنزل تنزل هذه روح عند داخل روح غير ملابسك تعال معي
خلاص زودتوا خمس دقائق. امون يا ابن عمي يا زمون امون. زودنا خمس دقائق. والله يا هذا الولد اعلم من هذا المنبر ان نواب تم تغيير اسمه الى نواب دعات وتسليمات على الهواء. نعم يا رجل. عيش 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 يا شباب. عيش عيش عيش. يا سلام خاطري. جيب شيء طرفي، جيب من عندك. طيب يا اخوات تسمحون، وجه تحيه لابو نياف مشكور على الاستيقاظ هذا. والله اعترف على معنويته. وش ودك تسمع؟ وش نعم مشتاق الحين من النوم خمس دقائق. طيب وش ودك تسمع؟ وش ودك يا نواف يقول مالك عطني الاغنيه اللي تبيها مع المغني اللي ما يبغى ولا اغنيه ولا رب قاله. تبي ينام ها؟ اي اغنيه سمعنا اي شيء. لا لا تخيل لقيت موال محاورة موال. والله يا جوك والله يا جوك اني اجيب المغص موال ماجد النادر حنا نخوى الرجال ونحشم الخوى هل حيب الله ذلعي أنا شو. ترى الموضوع هنا يا شو مريح تحريق ولا أنا شيء في ريحة تحريق الحريق من هنا انفع انفع عريض المحبة بلا داود وصار لك بتبخل والله نظرك تكفيني ألا كيف تبخل والله نظرك تشفيني كفاني عذاب كفاني عذاب الله 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 يجزيك يجزيك بأفعالك مريض المحبة داود وصالك أنا كيف تبخلون طبختك تشقيني أنا كيف تبخلون ساعدك تشقيني كفاني عذاب شوي 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 كفاني عذاب الله 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 يجزيك بأفعالك الله يعزك شباب باقي دقيقة من أعز أصدقائي عن سعيد ولد الله يحفظه خلي لكم والله والله صمال اعذرينا يا عائشة والله الليلة بيجي جلد الليلة ترى بيجي تسليمات يا شباب الداعي بدراعي وش عدني عوجاعي الشارع لا مثل الغزال الفارع انا لا 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 جزع هذه محروقة والله ودي اعطيكم كذا كلكم نقاط اليوم تكويت كذا الله يطولك والله ودي بس الله يبيض وجهك والله انكم تستاهلون وشك زايد الله وجودك اليوم من غير بصوت ابو حامد ولا يطول لي بعمرك وجميري الله يعطي الصحة والعافية حتى في الملعقة هنا لكها خاص يا حبيبي الله يسعد الوجه اي والله الشباب صاحين الله 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 الاسماء من يا حبيبنا؟ ها دقيقة 20 ثانية عيال صقر بلال عيل العمري صقر بلال فيصل نياف دقيقة لا ايه فيصل اسمع عيل العمري محمد اليابسي عايض الفارع علي عايض حاتم 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 فريد ايه ومن عايض حاتم علي بعد هنا شوفهم في الغرفة ذي محمد اليابسي محمد اليابسي عندي يلا يلا شوفهم هنا كم باقي يا مخرج الجميل العزيز دقيقة دقيقة ادي حطه ها حطه غرف كذا بسرعة ايه بس توه شوف
طيب يا شباب، الان الشباب طبخاتهم جاهزة الله يعطيهم العافية، وكان الجو اليوم جدا جدا بطل. شباب التصويت راح ينزل في الانستغرام، تصويتك لمتسابقك المفضل على حساب قناة بداية في الانستغرام، صوت عشان نشوف من يفوز في نهاية اليوم، وفالهم الفوز جميعا. اوف خذ خذ يسروق، عطنا ملعقه احنا عندك هنا ملعقه، شوفوا 10 صار عندنا قاعده الطبخه، لازم تحترق الطبخ. يا دحق شكل اليوم بتغدى والله ما شاء الله، دحق شكلها جميل. تكفين اطلعي تكفين. يلا يلا عيش عيش. ودوره في لا جنيه، ودوره في ام قليل. يا رجال والله ما عندك جنيه. ملعقه يا اخي، في ملعقه قويه. خذ حديد، ديك اشتري حديد. ايوه دحم دحم. نصيحه عشان يكون الوضع نظيف، ابشر محبه ودعم. يلا ايش رايك كيف الامور؟ تجيب الصخر، الامور حليوه. ارحب يدك بس. دوق دوق معك معك دوق دوق بالعافيه. كل الطبختين محتاجين محروقه بس كيف؟ صدق انا ما اقدر هذاك التصويت بس انه يعني الله يا خاف من الخصم. خلاص خلاص يا برجل، كم باقي؟ خلاص خلص الوقت صحيح؟ طيب يلا يا شباب نطلع الاكلات، تحط الاكلات كذا مع جنب بعض. وين؟ هنا. طيب بس خسر خسر الملاعق دي عشان ما عشان باقي نغرف الباقي، بس هذا خله بعدين خلاص عشان شكل نهائي بس. لا اله الا الله. يلا يا شباب تقييم الى نظافه 15 من 20. هذول والله انهم نظيفين، يعني بعطيهم 17 من 20. مو بنت اللي تقيم. لا يا رجال الا انت. الا الا انت خلاص. الا الا ما هو انا اللي اقيم. خلاص 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 شباب نتكي هناك، نتكي في الزاويه هنا. ابشر الله بالخير يا مرحبا يا عايض عشان ما نروح لنا. طيب يا مرحبا ومسهلا. طيب شباب انتم روح الزاويه بس عشان التقييم وكذا والشغل. نواف تنظف. نواف ها ايه لا صدق تكلم معي. والله ترى البيع جاء. طيب شباب تفضل. ملابس فمين قبل شيء. طبعا يتكلموا الفريق الثاني، هم ناطرين مواعينهم هناك. تبغانا كذا يا شباب، تبغانا بيعات. في بيعات الان، في بيعات. انت اللي بديت، انت اللي رحت. واحده بوحده تصفر. وين تحط؟ تغسل في مكان محدد. هذه عند الاعداد عليها الماء لكي تسهل غسيلها، لكي تلقم خصم. تفضلنا لكي 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 حسبي الله. يلا يا حسن. سريع على طول، اسرع قضاء. يلا يلا شباب هناك. هنا تعال. وين واحد من طيب هذه هنا واحد اثنين هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة. يلا هلا هلا. ها شرب الساعة قبل شرب الساعة تعال. شوي شباب تفضل تفضل. سم ابوي شباب نرجع نروح الزاوية. الزاوية زاوية. شوي يابسي. تك تك هنا. ها. طيب. بس. يا شباب. تعيش. ارحب يا علي.
ما شاء الله طبخات حلوه مو بزي امس. تكفى بيها. يسمون دي زي الانجلترا. الله يلا شو اللي بعده؟ تعال اللي بعده يا الربع عيال خلوا عايض يجي وجهه دايخ نوم ايه كيف التقييم اربع اشخاص؟ مكتوب مقدر. بسم الله الرحمن الرحيم ماكل معك ولا بدينا. اسمع بما ان كبسه كبسه ايه لازم نقيم على وزنية الملح. اوف هذا تعرف طباخ كيف وزن الملح تعرف انه طباخ. طيب طيب على على نجاح الدجاج ولا اللحم وش رايك تقيم عليها ولا ما تقيم عليها؟ عشان الدعوة امانة. امانة ذمة. انت اشكرك امين جدا. الله يطول عمرك ويسعدك. صراحة انك كانت فقرة المطبخ جميلة لكن أنت جملتها. الله المشاعر ما طلعت إلا مع اللقمة فهمت؟ ازدادت المشاعر. هذول حاطين فلفل شكل بقية مو صفر. لا شوف هذا فلفل وهذا فلفل كله. صح. والله دور الزلة. إيه. عرب الخيط. هذا مر طيبة. اشتي ابتسامة. طعم الحرام. طعم الحرام ذوق واضح. واحد ولا اثنين؟ ولا حمام الجرس. هذي واحد هذي واحد. هذي ولا هذي ولا هذي اختار لا تشتري لك هذي عندك هذي ترى الشباب ناظر فيك عند الصورة انت لازم انك تسوي مسكين كذا يساري. طيب هاي كم هاي كم فوق تحت حلو هاي كم هاي كم شفت الحين عندك لو سمحت عيونك شوي بس هذي اثنين هذي واحد حلو طيب شرق بها وغرب بها وفوق وتحت ايه وصلت هنا يلا اللي بعده يا شباب بيض الله وجيهكم يا شباب شباب من باقي ما صحى لا باقي عايض حاتم جاء ايوه انت اصبروا خلاص تمام تمام كاملين عرض لا هنا هنا خلاص لا تشتش يا وراك طيب شوف 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 هنا هنا حطها هنا عايض استعن بالله طيب مرحبا مرحبا يا عايض الله يمسك بالنور والسرور مرحبا هلا 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 مرحبا اضرب بخمسي ولا تاكل بملعقتي والله ان الخمسه غير المغساله بعيدتها اي ما فيك عيد تروح تغسل اي والله توكلنا على الله والله مضروب خلاص ما ها انا رجل لا اكثات على البشر ها خلاص يا عيط هذيك احس انك دبغت بزياده ها والله بالغش ايه عندك راي ذمه وراي امانه اسمع لا توضح لي وراك تبغى
ابي ابي النهائي ابي الموضوع النهائي. شوف تو التقييم شوف ها تو التقييم شوف الرز هذه كويسه بس خليها على النار زين. ها احترقت غلط هذه يعني كويسه هذه هنا تمام تمام يلا روح لا. طيب يا شباب لا لان الدجاج حاطين شوي بس هم ايه ايه طيب شباب نتك شباب نصرف شوي طيب عاد نروح نمارس النوم نسم مارس النوم خلاص ما نروح مارس النوم ايش طيب شباب نبي قبل ناخذ كذا مشاركات وقبل ناخذ الامور وقبل نرتب الامور اكثر شويه شه حسن خلاص يا اخوان عندنا فقره عندنا فقره ها عندنا فقره والله طيب يا شباب زي ما تعرفون الان عندنا احنا في برنامجنا هذا الله من علينا ووفقنا بجمعيه خيريه وكذلك وقف خيري لك يدوم طوال العمر جمعيه عمر الخيريه يسرت لنا ايصال تبرعاتنا الى المحتاجين والفقراء والارامل وكل المحتاجين والارامل وتهيئه الشباب لسوق العمل كذلك زرع الاشجار في الارض فالله عز وجل أتاح لنا هذا الوقف وأتاح لك هذه الفقرة عشان تسمعنا وحنا نحط بين يدك هذا التبرع. الآن جمعية عروة الخيرية أتاحت عدة أسهم سهم الراحم ب 250 ريال وسهم الوالدين ب 500 ريال وسهم الأسرة ب 750 ريال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الآن جمعية عروة الخيرية أتاحت لك هذا الأمر فالجمعية بين أيديكم تبرعوا بما تجدوا بها أنفسكم. أباخذ تعليق الشباب على عجالة ونتفضل من اليمين نواف تعليقك على الجمعية. أول شيء إحنا نسعى لعمل الخير مهما كان يعني نتمنى أنا وإخواني إن شاء الله نحن ما ينتهي هذا البرنامج حتى قبل لا ينتهي فترة برضو نحن مقفين هذا الوقت يا رب يا رب مما أنه يخدم الأرامل والمحتاجين واليتامى نسأل الله العظيم أن يفرحنا باليوم اللي نكتب نفرح باكتمال يا رب بإذن الله. يا رب. يا رب. طيب الآن الجمعية بين أيديكم أنا بعد شوي راح أقرأ بعض التبرعات إن شاء الله اللي بتصلني وأنا ميقن بالله عز وجل أن هذا الوقف أو هذا الوقف راح يكتمل فالآن الوقف بين أيديكم تصدقوا ولو بشق تمرة وأسأل الله عز وجل أن يفرحنا باكتمال هذا الوقف وأنا ميقن بالله أن الوقف هذا يكتمل تعليقك يا حسن ولا حسن إيه حسن والله ما تعدى بفهمين والله لا والله عزيمة عزيم يا شباب لا بس ما تعدى الرجال عندك يمين يا شباب استن عندك استن بالله أنا إيه أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين بالجنة أشر بالسبابة وبالأصبع الوسطى ريتويت الكلام النوى هذا مخرج إذا بلشت أعطيها ريتويت ها لا صدق والله الآن الجمعية تحثنا والله هذا الوقت والله العظيم إنه فرصة بين أيديكم تبرعوا تراها اليوم فرصة واليوم الجوال معك وتوفيق من الله صدق باللي تقدر عليه بإذن المولى عز وجل إن هذا الوقف راح يكتمل ولكن السؤال هل سيكون معك أو هل ستكون معنا في هذا الركب هل بيوفق الله عز وجل أن يكون لك وقف دائم مدى حياتك ترى كلنا بنتوفى ولكن الموفق من وفق الله عز وجل أنه يكون له أسهم في مثل هذه الأوقاف جمعية عروة الخيرية وقف الرحماء تحت لنا هذه فرصة ونبي تعليقك يا دحام على هذا الموضوع والله أنا أقول بادروا وسابقوا وسارعوا إلى الخيرات وهذه من ضمن الخيرات والأوقاف اللي كذا والله أنها فرصة وهي طرات العمر أن الواحد يعني ما يستهين فيها ويسابق على الأمور اللي مثل كذا وإذا ما قدر يدل عليها لأن الدال على الخير كفاعلة وش أزين منها أنك لا ساهمت فيها ثم لا عرضت على وقف ولا جاء طاري وقف ولا شفت لك وقف تذكرت انك مشارك في هاك الوقت ولا بعد عمر طويل توفاك الله جت ساعتها وحزتها اللي ابرك من حزتها اللي انت لا شفتها وتذكرتها تجيك باذن واحد احد انها تشفع لك تكون في جوار الرسول عليه الصلاه والسلام وانت ما قدمتها فقط الى يتيم وارمله وطلاب واهل علم وفقراء وتفريج كربه وتشجير والتشجير يشمل تحت اشياء واجد من ضمنها في كل كبد رطبه اجر بعض الحيوانات ترى ما تشرب الماء تاخذ الماء من الشجر تعصر اوراق الشجر وتشربه ففي كل كبد رطبه اجر فانت طبقت او اندرج عليك كذا حديث للرسول عليه الصلاه والسلام
الرسل عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله. فأنت حط لك تجارة مع الله سبحانه، والتجارة اللي مع الله هي التجارة اللي ما تبور وفائزة بأمر الله سبحانه. فالتاجر وسارع، والله يوفقنا وإياكم والمسلمين أجمعين. الله يجعل ربي يجزاك الجنة بيض وجهك، تعليق جدا رائع. الآن أنا الآن اللهم لك الحمد تبرعات بدأت تصلني، قائمة تبرعات الآن وصلت لي فاعلة خير بألف ريال، أسأل الله عز وجل يجزاها الجنة، وكذلك فاعلة خير بستمية ريال، وكذلك فاعلة خير بخمسمية ريال، وكذلك فاعلة خير بخمسمية، وكذلك فاعلة خير بميتين، وكذلك فضة الدوسري 150، وفاعل خير 150. الآن فاعل خير وكل من تصدق في هذه الأوقاف ما يعلم كل الله سبحانه وتعالى، الله وفك ويسر لك هذا الوقف عشان بإذن المولى عز وجل أنه يدخلك الجنة. مثل ما قال أخونا دحام، أنت دخلت تحت عدة أحاديث وتندرج فيها الخير الكثير، ربي وفك ويسر لك ووفك عشان عشان تتبرع في مثل هذا الأوقاف. في 10 ثواني تقدر توصل تبرعاتك إلى الجمعية، جمعيات خيرية، جمعية تطبيق الراجحي، جمعيات خيرية، جمعية عروة، بريال مقصورة، وقف الرحماء، تبرع بما تجود به نفسك. عندنا الآن فاعل خير 150 ريال، كذلك من روز القحطاني 150 ريال عنها وعن أهلها، وأسأل الله عز وجل يتم صحة أهلك ويمتعكم بالصحة والعافية ويطول في أعماركم على طاعته. كذلك نوره الحربي والدعاء لوالدها بالشفاء، أسأل الله عز وجل يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة، أسأل الله عز وجل يقر أعينه بشفائكم، عينه بشفاء، عينه بصلاحكم وأعينكم بشفائه يا رب العالمين. تعليقك يا إبراهيم مثل هذه الأوقاف. أقول مثل هذه الأوقاف فرصة، والله العظيم أنها فرصة تقدم على طبق من ذهب. الإنسان في الدنيا يسعى للزيادة ويسعى للجاه ويسعى للمنصب، كذلك أنت خلى لك سعي مع الله سبحانه وتعالى. لا تقول أني بس أبحط في الوقف هذا، لا، في هذا وفي غيره وفي غيره، وهذه فرصة بما تجود به نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن بإمكانك قيمة السهم فالله يجزاك بالخير، هذا لأخوانك المحتاجين. وتأكد أن هذه الصدقة بتلقاها في يوم تشيب فيها الولدان، أي والله، في يوم تبرأ من أمك وأبوك ومن الناس كلهم، تلقاها عند ملك الملوك، تلقاها في يوم في 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 يوم الحشر، في اليوم الأكبر، اليوم الموعود، يوم القيامة. لا تحقر شيء من المعروف، بادر وسارع مع الله. الله سبحانه وتعالى اصطفاك انك تسمع هذا الكلام، والله وفقك للخير. انت لا لا لا, لا تصك باب الخير بعد ما انفك عليك، توكل على الله وحط اللي تقدر عليه، وفي هذا وفي غيره. وكما انك تسعى للدنيا كذلك خلي لك سعي مع الله، وسعيك مع الله هو مفتاح السعاده، وسعيك مع الله هو اللي بينعكس عليك دنيا واخره. الله يوفقنا، الله يجعل ربي يجزاك الجنه. الان التبرعات كذلك، اللهم لك الحمد، جاه تصلني تبرعات، والله العظيم انه يثلج الصدر. ليش؟ لانك انت تعرف ان هذه الاوقاف هي من سينفع، وهي هي من ستكون لك وقف دائم من حياتك. انا باختصار اقول المال يفنى والفلوس تروح وتجي، ولكن اذا حطيتها في مثل هذه الاوقاف الله عز وجل يبارك لك ويقيك من مصارع السوء ويضاعفها لك. والله العظيم ان هذا هو الخير بعينه، الرب يوفق يتبرع ثم بعد ذلك يضاعفها لك ويحفظك، والفرصه بين يديك الان. يا ابو سعيد تفضل. والله يا أهل الصدقات إن الله يبارك لهم في الحال والمال، والله ولا كل هرج بيمين، لكن ناس أنا أعرفهم شخصيا الله يجزاهم بالخير، وفي وطننا أهل خير وأهل مد وأهل سخاء، ونحن في خير ورغد، فننفع أخواننا وننفع أهل وطننا هنا. يعني المملكة العربية السعودية أفضالها ومدها على جميع الشعوب في جميع الأقطار، فالأولى. وأقول لك والله العظيم يا ناس أعرفهم أهل صدقات الله يجزاهم بالخير، والله يا ربي إنه مبارك لهم ومسع عليهم. ولا تحقر من المعروف شيء، لا تحقر من المعروف شيء، قدم باللي تستطيع وابشر بالخير من الله. الله يجعل ربي يجزاك الجنة. الآن جمعية عروة أتاحت لكم هذا الوقف، والوقف بين أيديكم، صدق بما تجد به نفسك. والآن راح أنتقل إلى الفائز معنا بسؤال الجمهور، وكلكم والله العظيم كم على ما قيل فايزين مثل الله يسعد فايزين في مثل هذا البرنامج، وتوفيق الله عز وجل انه يعني سخر لكم مثل هذا البرنامج. الان انا راح اعلم من الفائز معنا. توقعاتكم من الفائز؟ الفائز انت. الله يسعد، اي والله اني فايز بشوفتكم وجلس معكم، اي والله اني اقولها صادق. الله يسعدكم. طيب توقعاتكم ولا تبون اعلن؟ لا اعلن. طيب الفائز معنا بسؤال الجمهور
هو ها اعطيها كذا يعني قال لك خطير دحام ظهيد يا جايزة الله الله اتمنى ان الجايزه تكون باسم ماجد نادر لاني انا حضرت عني يقول تجي لا يقول نادر استبدلنا بيوم ثاني واليوم انت معهم سواء فزت او خسرت خلاص هي معك فتستاهل وماجد ان شاء الله يوم ان شاء الله اهم شيء ما تروح عليه لا لا هي تروح هي بيتعوض في يوم ثاني فهمت؟ خلاص صحيح بيتعوض بيوم ثاني طيب الان انا ودي اقوم اعلن ولكن انا طلبت من اخوي نواف تلاوه كذا نختم بهالجلسه ونقول ان شاء الله نعلن على المركز الفائز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يجعل الشر شيء افضل صوت شيء سمعته يعني على الواقع والطبيعه كذا افضل صوت الله 27 سنه و 26 سنه اللي عشت هذيك احنا سمعنا النسخه هذه نسخه افضل صوت هو نواف الله يرفع قدره الله يرفع قدره وكلكم ما شاء الله مبدعين ما شاء الله استاهلون وهذه له والعمل سعيد انا اخويا بعد شوي ان شاء الله بيكون اعلان فهمت ففالكم الفوز جميعا يا رب وفالكم التوفيق وخلينا نقوم ان شاء الله عشان نعلن من الرجل او من الاشخاص الفائزين يلا الطبخه الفائزه الطبخه الفائزه وكلكم فايزين بعلوم المراجل على زول طيب اثنين يمين اثنين يسار توقعاتكم من الربع اكيد انا قبل شوي شميت الله يرضى انا قبل شوي شميت ريحه حرق اول ما فتحت قدرنا الله يرضى إيه؟ عند نوار اي حراق هنا والتخبيص هنا وين شوف الحراق 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 ما كان حرق حرق الرز تحت احترافية المضغوط لحقة شوية لأن بعض الناس قال هوشت له إيه هوش لي وهوشت له يعني شوف بيع المضغوط أما الأمور أما الأمور والله تمام لا تشيل هم بإذن طبخة والله مضبوط شرف طيب فيكم لا يبلعنا إحنا طيب نشوف الآن الشخص الفائز نبغى تايمر نبغى لا خلي التايمر خلاص خلصنا موضوع التايمر برنديز نبغى نبغى الاحتفالية نبي هي وين بن جدان صح؟ ايه نبي وين بن جدان يا نبي ايوه والله ان طيب الاخوه الكرام نرفع كذا نبضات القلب ها ها كان البرايم حق مساعدة طيب الفائزين معنا اليوم وكلهم صدق ما شاء الله تبارك الرحمن ما يعرف يطبخون هما لا والله ما تعطيهم صدق والله من هنا من هنا يا وسلم انتم عشان ديره والله يا عمركم شبه يقول الله ما تعطيه يا اخي رصيده طيب الفائزان هما حاتم وضيف والله ان طبختكم خلي على تعيشوا تعيشوا اهلا يا حاتم بالله بالله الله يبين وجهك الله يبين وجهك يا شباب ختاما ختاما انا حاب اشكر الشباب جميعا وحاب محمد اخوي عبد الله الجميري وجعله ان شاء الله ما يرى باس الحمد لله على سلامته وابشركم انه طيب الى اليوم انتهت فقرتنا اقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اتمنى كنا خفيفين لطيفين معكم وباذن الله انه ما يكون اخر لقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امان الله تبارك الله ها 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 تبارك الله ها
وانا بنادرانا.